معايا؟ ألو؟ هلا هلا استاذ، معك يبقى محتاج تجيب ايه؟ محتاج تجيب التيار ده، وانت معاك الفولتج اللي هو نفس الفولتج بتاع السورس، ومنه تقدر توصل لايه؟ للاندكتنس ديت بكام. يبقى عشان تجيب التيار، انت عندك التيار الاساسي، محتاج تجيب الاي سي، ومن الاي سي ومن التيار الاساسي تقدر تجيب الاي ام. يبقى الاول هنروح نحسب الاي ام منين؟ اروح احسب الاول الاي سي. ايه اللي ممكن يعرفني عن الاي سي؟ انا عارف الباور المستهلكه في الار سي هي دي، وقانون الباور ممكن يتحسب من خلال الفولتج تربيع على المقاومه، او من خلال الاي تربيع في ار، او من خلال الاي في في. بس خلينا في ايه، في واحده واحده، تمام؟ يبقى بما ان البي نود بتساوي الاي تربيع في ار، يبقى اذا الاي سي بقى، انا عندي هنا سي ودي سي، بتساوي البي نود على الار سي الكل تحت الجذر. ونحسبها، دي طريقة ممكن ان انا ابقى عارف من قانون اوم، قانون كان بيقول ان الفولتج، وهنا المقاومة والتيار، يبقى من خلال دوت يبقى التيار بيساوي الاي سي بيساوي الفي سي على الار سي، صح؟ اللي هو بتساوي الفي سي بكام؟ الفولتج اللي موجود على المقاومة هو الفولتج ده من أول هنا هنا، هو الفولتج اللي في السورس، دي كلها بارل، فيبقى كام؟ 2400 على الار سي اللي هي بكام؟ خلاص انت جبتها. اللي هي 1666. بالظبط كده. انا مفضلش الطريقه اللي تحت دي، ليه؟ عشان معتمده على قيمه انت جبتها بالفعل. افضل اللي فوق ليه؟ عشان معتمده على قيمه. لا برضه هي مش فاهم، ايه نفسه عشان برضه هتبقى حتى هي معتمده على الآخر. القيمه اللي انت محتاجها. لا، ممكن تجيبها من خلال ان البي نوت بتساوي الاي في الفي، فيبقى الاي بتساوي البي نوت على في. ممكن نحسبها كده. ايه طلع نفس الناتج. طلع نفس الناتج. ايه ده كده ايه بالنسبة للتيار؟ كده انت جبت الاي سي طلع معانا ب 1.44 امبير، وكل حاجه ده انا بطلعها بتبقى بالنسبه لللو فولتج، كانك عامل ريفرنس للبرايمري سيركت. كده انا جبت الاي سي، فاضل اجيب الايه، الاي ام. الاكس ام الاي ام اه الاي ام عشان اقدر اجيب الاكس ام. بالظبط، الاي ام قانونه ايه هو؟ الاي نود سكوير ناقص الاي سي سكوير، وخلينا نحلها زي ما هو حلها، تمام؟ تمام. عارف ليه ما ينفعش يبقى الاي نود بيساوي الاي ام زائد الاي سي؟ يعني ليه احنا عملنا كده؟ ليش؟ عشان التيار اللي هيمشي هنا في المقاومة، يعني انت لو جايب التيار ده من غير اي فيز شيفت، انت عارف يعني ايه فيز شيفت؟ لا
انا لو عندي ديت موجة صح؟ ايوه طيب وديت موجة برضو، بس حصل لها ايه؟ مثل ما جاب ايه شفت بصير زقتها شوية الناحية دي تمام؟ التيار لما بيدخل جوه مقاومة مش بيتزق، بيدخل لو دخل منها كده دخل في مقاومة بيطلع منها زي ما هو. لكن مثلا لو دخل التيار زي ما هو عادي كده دخل في اكس بيطلع منها مختلف. لحظة واحدة، تمام. بيطلع منها مختلف، سواء مش فاكر بالظبط يعني قبل او بعد. استنى اقول لك انا. بعد تمام بالشكل ده. فهنا حصل له ايه؟ حصل له شيفت. فهل ينفع ان انت تجمع حاجه معمول لها شيفت كده مع حاجه مش معمول لها شيفت؟ ما ينفعش. فاهمني؟ ما مينفعش. فدي كأنها حاجة لوحديها ودي كأنها حاجة لوحديها تمام؟ كأن دي بتتكلم في ناحية ودي بتتكلم في ناحية تانية، والتوتال ده هي حاجة بتجمعهم هما الاتنين، كأننا بالظبط عاملين زي مثلث قائم الزاوية. حاجة راحت في ناحية حاجة راحت في ناحية ال جي اللي هي الإيماجينري، وحاجة راحت في ناحية الريل اللي هي بتاعت المقاومة. فاللي راح في ناحية الجي اللي هو الاي ام، واللي راح في ناحية الريل اللي هو الاي سي، والوتر ده هو الاي نود. فهيصبح الاي نود سكوير بتساوي الاي سي سكوير زائد الاي ام سكوير. فمن خلال ده يبقى الاي ام بيساوي الجذر التربيعي لاي نود سكوير ناقص الاي سي سكوير. تمام كده؟ اتفهمت الحتة ديت ولا صعبة؟ أنا بحاول أفهمك القانون عشان ما تحفظوش وخلاص. لا ففهمت ولا صعبة؟ اي فهمت ان ما نقدر نجمعها اذا كان فيه شيفت مولد بين ولا شيء، بالظبط. نجمعها مرة إيه واحدة هي؟ اي عشان لا يكون فيها، عشان تنجمع. بالظبط كده، الله ينور عليك. الاي ام من ده المعطيات دي كلها عندي هيطلع معانا 1.92 امبير. يبقى الاكس ال الاكس ام قصدي بتساوي كام؟ بتساوي الفي على الاي، الفي ال اللو فولتج على الاي لو فولتج اللي انت لسه جايبها، او الاي ام لو فولتج، يبقى بتساوي 1250 1400 على على 1 بوينت 1.92. بالظبط كده، 1250. كده انت جبت الار وجبت الاكس. تقدر ترسم نص الدايرة؟ اه اقدر ارسمها اهو اهو، وهنزل هنا كده واعمل كده، ومقاومة اهو ار سي بتساوي كاتبينها فوق، واكس ام بتساوي 1.52. فاضل ايه؟ فاضل مقاومة وملف، مقاومة وملف صح؟ أو ممكن مقاومة وملف R equivalent و X equivalent.
وده اللي احنا هنعمله في الايه، في الشورت سيركت كده. الاوبن سيركت خلاص. لو انت بقى عايز تنقل الدايره تخليها بالنسبه لي السكندري، ممكن تعمل في القانون اللي هو كاتبه لك ان انت تعمل ايه، refer to the high voltage refer to the secondary. بس انت هل انت محتاج حاجه زي كده في السؤال؟ هو مكتوب كذا اللي referred to higher يقول لك the side. shunt parameter may be referred، اللي هو ايه، لو انت عايز تعملها referred فهيبقى ده قيمتها. هل هو طلب منك حاجه زي كده في في السؤال؟ السؤال ما أدري. ما طلبش، لا طلب منك تجيب البارامترز اللي هي الار سي والاكس ام. صح، حتى ما أتوقع أن حتى ذي القيمة أتوقع ما لكن استخدمها. بص، طالما جبت ده، طالما جبت الار سي والاكس ام في الناحيه دي، لازم اللي هناك برضو تجيبهم. فانت في واحده منهم لازم هتحولها. فهو مثلا هو حول هنا الاوبن سيركت، يعني حول البارامترز اللي طلع بيها من الاوبن سيركت، فاصبح ايه، الار سي بتاع الهاي فولتج بقى بيساوي واحد على ايه الكل تربيع، او واحد على ايه تربيع براحتك، في الار سي بتاعت اللو فولتج. طيب الايه بكام؟ الايه بتساوي ان واحد على ان اتنين، اللي هي بتساوي كام؟ في اللي واحد على بتساوي في اتنين، اللي هي بتساوي كام؟ في واحد بيكون 400، إذا إيه بيكون 2400 اللي موجودة في البداية حقت البرايمري والسكندري، صح؟ لحظة، موجود في السؤال نفسه. لو معايا، ايه معك؟ خلينا نحسبها بالهاي فولتج واللو فولتج احسن. يعني يبقى الاي بتاعت الهاي فولتج على الاي، عذرا، المسألة هنا كان بيقول لك من 4800 ل 2400، فمين فيهم البرايمري مين فيهم السكندري؟ الأول برايمري والثاني سكندري. بالظبط. يبقى الهاي فولتج هو البرايمري والسكندري هو اللو فولتج، تمام؟ تمام. فلما انت كنت، خلينا نرجع تاني للورقة اللي احنا كنا كاتبينها. بلاش نكتب كده ان هي احنا هتتوقف كده على حسب المسألة، تمام؟ هتتوقف على حسب المسألة. اوكي. مش قاعدة يعني هيمشي بيها، فهتتوقف على حسب المسألة، وعلى أساسه، فالـ RC ديت هي referred للإيه؟
لللو فولتج، فدي كأنها من البرايمري للسكندري. لو انت عايزها بقى ايه في اساسها، في اساسها فانت هتقسم على الايه، صح؟ معايا يا حبيبي ولا؟ ايه ليه معك ديت السي لو فولتج، السي لو فولتج كأنك بتقول الار سي داش، دي بالظبط اللي انت جبتها، هي الار سي داش اللي احنا جبناها، دي هي الار سي داش. والار سي داش بتساوي ايه؟ واحد على ايه في الار سي. طب لو انت عايز تجيب الار سي، فالار سي هتبقى بتساوي ايه في الار سي؟ تربيع يعني طبعا، داش، تمام. والايه بتساوي كام؟ بتساوي الان واحد على الان اتنين، او الان هاي فولتج على الان لو فولتج، بتساوي الفي هاي فولتج على الفي لو فولتج، اللي هي بتساوي كام؟ 4800 على 2400 تطلع بكام؟ باتنين. يبقى الار سي هاي فولتج بتساوي كام؟ اتنين تربيع في الار سي داش اللي هي بكام؟ اللي احنا جبناها فوق هنا 1666.7. بالظبط. والاكس سي هاي فولتج اللي هي بتساوي الاكس سي واحد بتساوي كام؟ الاتنين تربيع في اللي احنا جبناه هنا 1250، تمام كده؟ طيب واضح في ولا؟ حاجة أنا عندي في حاجة ملخبط فيها شوي. طيب الآر داش هي أي واحدة منها بالضبط؟ الآر داش هي اللي دائما اللي تكون في النص اللي نطلعها في البداية، دي دايما ار داش، ها اللي كنت اللي تكون في النص. أوكي خلاص، هذه بس اللي كنت بتأكد. تمام، دي دايما ار داش، أوكي دي دايما بتبص كأنك أخدت البرايمري وديته في السكندري. أوكي أوكي طيب كده، أنت عملنا الأوبن سيركت تيست، فاضل نعمل إيه؟ شورت سيركت تيست. في الشورت سيركت تيست هو عاطيلك إيه؟ عاطيلك الفي شورت سيركت ب 1250 فولت، وعطيلك الاي شورت سيركت ب 12 ونص امبير، وعطيلك طبعا البي شورت سيركت، عطيلك ايه تاني؟ اعتقد بس كده، دي المعلومات اللي هو عطيها في الشورت سيركت. ادي الفولت والتيار والباور، ومش محتاج انت اكتر من كده. اول قانون انت محتاج تجيب الزد توتال، اي واحد، ان هو هنا قال لك apply to the high voltage، تمام، ان هو جه عند الهاي فولتج وحط بداله كام؟ 1250. وفي اللو فولتج عملوا شورت سيركت، يبقى الزد اي واحد بتساوي كام؟ الفي شورت سيركت على الاي شورت سيركت بتساوي 1250 على ال 12 ونص، تطلع معانا 100 اوم. دي كده الزد اي توتال، لكن امبليتيود المفروض ان الزد اي بتساوي قيمة ريل زائد جي في الاكس اي، واحد واحد. هل ده اللي طلع لك؟ لا. ليه؟ عشان انت بتجيب هنا الامبليتيود. طيب نكمل. الار اي ملهاش علاقة بأي حاجة، الار اي مالها؟ الار اي انت بتجيبها من خلال الباور اللي بيبعطيها لك دايما، الار انت بتجيبها دايما من خلال الباور. فهو كان عاطيلك ال ار اي بتساوي كام؟ البي شورت سيركت
ممكن تجيبها من خلال الفي شورت سيركت على البي شورت سيركت. وممكن تجيبها الفي شورت سيركت تربيع. البي شورت سيركت وضحها، لان كانها ان انا ما ادري، انا حسبت كاتب ان انك ديت حط في صح؟ في البي او شورت عن طريق سيركت اللي اي على الاي شورت سيركت سكوير. تطلع معانا بكام؟ تطلع البي شورت معنا سيركت ب 4375 على الاي شورت سيركت اللي هي ب 12 ونص كاتبينها فوق هنا اهو الكل تربيع، تطلع معانا ب 28. 28. كده انت جبت الار اي من نفس القانون اللي احنا كنا بنحسب بيه قبل كده في الاي، عشان دول حاجات فازات مختلفة وطبيعة مختلفة فمجموعهم كومبلكس، فعشان تتعامل مع الحاجة الكومبلكس لازم تكون ايه؟ كأنك بتعمل مثلث، هنا اكس وهنا ار وهنا الزد. يبقى لو انت عايز الاكس هتعمل ايه؟ ده تربيع ناقص ده تربيع، يبقى الاكس اي واحد بتساوي الجذر التربيعي لزد واحد الكل تربيع ناقص ار واحد الكل تربيع، ار ايكوفالنت واحد يعني. فهتبقى بتساوي الجذر التربيعي المية تربيع اللي احنا لسه جايبينها ناقص الار اللي احنا لسه جايبينها برضه ب 28 تربيع، تطلع معانا بكام؟ ب 96. يبقى اذا انت عرفت ان الزد بتساوي كام؟ 28 زائد جي 96. كده انت جبت الزد كمان وكده انت خلصت المسألة. لو جينا نرسم بقى، ممكن حتى نستخدم ذي نطلع الاوتبوت حق الاثنين ولا ما يحتاج؟ انا هجيب لك الجزء الاخير بس خلينا الاول تيجي نرسم يعني. اوكي. دي زد ايكوفالنت واحد صح؟ زد ايكوفالنت واحد، يعني ايه زد ايكوفالنت واحد؟ يعني شورت سيركت تقصد؟ نعم؟ تقصد نقدر نرسم شورت سيركت مثلا؟ اللي هي من الشورت سيركت يعني ايه بالظبط؟ كذلك الـ XE واحد والـ RE واحد. انت دلوقتي فوق هنا جبت ايه؟ جبت الحاجة الحقيقية، الحاجة الحقيقية اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في البرايمري صح؟ اللي هي دي ودي، دي ودي صح كده؟ صح. ف يلا بينا نرسم او نكتب يعني. ال RC وال XM الحقيقيين اللي انت جبتهم بالفعل اللي هي كانت بتساوي 2 تربيع في ال RC داش اللي انت جبتها بتساوي ال XM داش مضروبة في الاتنين برضو تربيع، ده احنا حسبناهم بالفعل. في عندك هنا مقاومة وملف وبعدين اللود وخلص. طالما حطيت هنا ار سي واكس ام يبقى لازم تحط هنا ايه؟ زد اي واحد، واخد بالك؟ طالما انت جبت هنا الاخ ده والاخ ده يبقى لازم تجيب هنا زد اي واحد، وانت جبتها بالفعل فكده المفروض خلصت، ده كافي يعني. لكن لو انت كنت وقفت هنا في المسألة، لو كنا وقفنا المسألة عند القيمة دي والقيمة اللي احنا جبناها فوق، فكان لازم نعمل ايه؟ لازم نحول الزد اي. فعشان تسهل على نفسك وتحل الموضوع يعني بشياكة، كل مسألة وكل حاجة حولها زي ما هو حولها كده،
وتكبر دماغك وما ترسمش حاجه ولا تعمل حاجه. اللي هو ايه باشا، انت لو عايز الحاجه نفسها، عايز الحاجه ريفرنس ليه من البرايمري للسكندري او من السكندري للبرايمري، اللي انت عايزه اعمله انا هدي لك كلها. فمثلا دي الار واحد اهيت، الار اي واحد اهيت، والاكس اي واحد اهي، اجيب لك الار اي اتنين والاكس اي اتنين كمان. وانت وقت ما انت عايز بقى ترسم الرسمه الاولانيه اللي هي كلها ريفرنس للبرايمري، او ترسم الرسمه الثانيه اللي هي كلها ريفرنس للسكندري، واخد بالك؟ ايه نعم. عشان كده هو جاب ال 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 ار اي 2 والاكس اي 2. مفهوم ولا الدنيا فيها مشاكل؟ لا لا اسمع. تمام. طيب اخر سؤال معانا، اي رقم فيه يعني، هنا طبعا ديت بتساوي ايه؟ الار اي 2 لما يكون عندك الزد اي 1 وعايز، او عندك الار اي 1 وعايز الار اي 2، بيساوي كام؟ مقلوب الريشيو نضربها بالار اي 1. بالضبط كده، بيساوي 1 على اي الكل تربيع في الار اي 1، نفس تمام، الكلام مع ال مع الاكس، الثاني. 1 على اي الكل تربيع في الاكس اي 1، اللي هي هتبقى بتساوي 1 على 2 تربيع الار اي 1، 1 على 2 تربيع الاكس اي 1، تمام. طب الرقم بي بيقول لك ايه؟ at full load 8 من 10 باور فاكتور لاجينج. تعال نشوف، بيئة ات فول لود 8 من 10 باور فاكتور لاجينج اس بتساوي 60، والزاوية كده. أول حاجة لما أقول لك لاجينج يبقى الزاوية ديت بالسالب، لاجينج يعني بيتأخر، بس بلاش ندخل في التفاصيل دي دلوقتي يعني. And referred primary current is ايه هو؟ ترى هو استخدمها بالسالب في الزاوية، استخدمها بالسالب لا في عشان هو عمل حاجة تانية. تعالى نقرا السؤال آه. نفسه، تعالى نقرا السؤال نفسه عشان انا كنت فاكر ان هو ده هو السؤال، طلع لا ان لا هذا مش هي السؤال، السؤال أصلا ما أدري من وين جاب الزاوية. سؤال أو فخليني أقرأ السؤال رقم دي بالواحدة واحدة. بيقول لك determine ال voltage regulation ال VR وال efficiency when a transformer is operating at a full load 0.8 power factor lagging and a terminal voltage of قد كده، تمام كده. لما يقول لك الباور فاكتور فده معناها ان الاس هو فوق، انت كنت بتتعامل مع الاس ماجنتيود كان عاطيها لك بالفولت امبير، لكن الاس نفسها هتبقى بتساوي القيمة اللي كان عاطيها لك اللي هي كانت كام، 60 كيلو يعني 60,000، زاوية كوزاين انفرس الباور فاكتور اللي هي بتساوي 60,000 زاوية كوزاين انفرس الباور فاكتور. لو حطيتها على الآلة كوزاين انفرس 0.8 تطلع معانا كام؟ تطلع الباور معانا فاكتور نفسه 36.87، تمام.
الاي 2 بقى انا محتاج اعمل ايه عشان تحسب الافشنسي؟ فانت محتاج يبقى عندك الاي 1 والاي 2، تمام؟ سواء لو انت كنت في دايرة واحدة او كل دايرة لوحديها، يعني انت محاطط من البرايمري للسكندري وكلهم في دايرة واحدة، او من السكندري للبرايمري وكلهم في دايرة واحدة، او كل واحدة منهم لوحديها. طبعا كل واحدة منهم لوحديها دي مش هتعرف تعمل حاجة، بس خلينا نمشي خطوة خطوة. فانا محتاج الاي 1 والاي 2. هل الاي 1 عندي؟ اي واحد هيك ايش؟ او الاي 2 او اي اي، هل عندي الاي؟ هنا في السؤال ما في اي عن. ما عنديش كرنت، صح؟ يبقى انا محتاج احسب الكرنت. يبقى انت لو انت في دايره عامله كده، او خلينا ناخد لها سكرين شوت من حته تانيه. ناو الاي 2 داش ده هو ايه اللي هتتعامل معاه مع الافيشنسي وما الى ذلك؟ فانت محتاج تحسب الاي 2 داش. طيب يبقى انت محتاج الاول تحسب الاي 2 عشان تحسب الاي 2 داش، او ممكن تجيب الاي 2 داش بشكل مباشر. منين؟ الاي 2 داش بيساوي الاس كومبلمنت، الاس كومبلمنت على الفي كومبلمنت. ايه الكومبلمنت ده؟ المعكوس او المكمل ليها، يعني المكمل. فلو انت مثلا كانت الاس ديت بزاوية موجبة فهتخليها سالبة، كانت بزاوية سالبة هتخليها موجبة وما إلى ذلك. يبقى بتساوي 60,000 زاوية سالب 36.87 على 48,000، قصدي 4,800، تطلع معانا كام؟ 12.5، والزاوية سالب 36 و 37 درجة. ده ايه؟ ده الاي 2 داش. يبقى عرفنا ان لما بيجي لنا السؤال دوت وطالب الافشنسي بنحسب الاي 2 داش. طيب من هنا، من الحته ديت، يعني انت شايف ايه؟ الزاويه بتاعت الفولتج هو كان عطاها لك 4800، صح؟ زاويتها كام؟ زاويتها صفر. انت عارف الموضوع الزاويه ده ولا مش عارفه؟ اللي هو امبليتيود وفيز، عارفه ولا مش عارفه؟ ليش جات صفر تقصد؟ زاويته صفر، الفولتج زاويته صفر، بينما الكرنت زاويته كام؟ سالب 36، صح؟ ايوه يعني الكرنت بيتأخر عن الفولتج بزاوية مقدارها 36.78، اللي هو ايه؟ لاجنج. واضح كده؟ يعني يوم طلعت الإشارة معنا سالب فبنسميها لاجينج. فاضل ايه؟ فاضل ان احنا نحسب ال V1، ال V1 نفسها، عشان طبعا اقدر احسب، اللاجينج عشان بغيت اقدر أسأل احسب دقيقة، ال voltage regulation. اتفضل. اللاجينج تبع الاندكتور صح؟ نعم. اللاجينج نفسها يعني إذا هي تبع الاندكتور. أوكي. ال voltage regulation من الاخر سهل جدا، ما شرحناهوش احنا في الشرح نفسه، لكن هنشرحه دلوقتي. الفولتج ريجوليشن بجيبه منين او بحسبه ازاي؟ بيساوي مثلا لو احنا نتكلم عن ال V واحد، فهتبقى ال V واحد ريفرنس للسكندري،
ناقص ال في واحد على ال في واحد، واخد بالك؟ في في واحد، لان هي ان ادعو في واحد صح؟ اه في اه ايه عدل عشان لا نخبط بعدين. فكرة تمام. تمام. طيب انا عندي الفي واحد اه عندي ب 4800، انا عندي الفي واحد اه عندي ب 4800، لكن ما عنديش الريفرنس ده. طب الفي واحد الريفرنس لاتنين بتساوي كام؟ الفي واحد خليك معايا لحظة واحدة. اوكي اللي فهمته ان احنا نقدر نطلعها عن طريق ال V1 مجموع زائد ال Z equivalent 1 لا هقول لك انا، تضربها بال A. اقول لك انا، اقول لك انا. اوكي انت عندك دي اهي، ديت كده او مش دي الاساس في الترانسفورمر اللي احنا كنا واخدينه قبل كده، ايه هو؟ مقاومة، ملف، بعد كده الإخوة دول، صح؟ بعد كده عندي دوت، ولي اي صح كده، وعندي اخينا ده كمان، ومقاومة وملف ولود، وعندي هنا اي اتنين. الاي واحد ده هو ايه؟ هو الفولتج اللي هو عطيه لك ال 4800، والاي 2 ده اللي حصل له ترانسفورميشن بكام؟ ب 2400. لكن عندك هنا حاجه اسمها الفي 1 دي كلها، تمام؟ وعندك حاجه هنا اسمها الفي 2 اللي هي فين؟ لا انت لو اخدت هنا المقاومه كده وجيت كده، هي اللي هنا دي اسمها الفي 2 اللي هي بتبقى بعد ايه؟ بعد المقاومات. فهو عشان يوفر على نفسه هياخد ده وده، ما انت خلاص بقى هتبقى دايرة واحدة، لما هتبقى دايرة واحدة فهتبقى عامل كده. عامل كده. هنا عندك في واحد، وهنا من أول الحتة دي كده عندك اي، وهنا عندك الفولتج دروب اللي وقع على الايه؟ على الزد. فالفي ده هيبقى عبارة عن ايه؟ زد لل عبارة الفي عن ال واحد ده هيبقى بيساوي الاي واحد زائد الفولتج دروب اللي على الزد، تمام؟